Bonjour, bonjour mes followers, j'espère que vous allez bien. اليوم راح نشوفوا الدرس 26 كيفية بناء الضفر على الجريدة وكيفاش نعملوا لو بومبي لو فري بومبي، يعني ان بومبي ماشي بزاف كبير وماشي بزاف صغير، يعني ان بومبي موين قسم يحمي لنا الضفر تاعنا. وهذه هي بون، حنا بدينا بلولترا باند كيما شفتوا، حطيت على طبقة تاع الضفر الطبيعي، من بعد حطيت لو برايمر. لولترا باند ماشي لازم عليك تحطيه، انا نحطو باش نضمن انه الخدمه تاعي تشد تري تري بيان. هنا رفت لو شابلون، يعني بالعربي نسموها الجريده، راح نحطو على كامل الاظافر، يعني لي دي دوا نحطو عليهم. من بعد نبلش الخدمه تاعي، من بعد اون فا كومونسي نوتر ترافاي. اليوم لا فيديو طولتها لكم شويه، راح ندير لكم شويه تفصيل الممل، يعني باش تكون عندك اون ايدي. الجريده كيفاش شفتيها راني حطيتها، لازم تكون مستقيمه، شتي الضفر مستقيم ديريكت، ما نحط الجريده تاعي شويه من تحت، ما نحطها شويه طالعه للفوق. علاش انا جو بانس الجريده؟ باش نعطي لها لا فورم ناتورال تاع لونغل. هذه هي، هنا نجري لكم شويه باش تشوفوا الخدمه. الاظافر اللي شفتوهم في الديبي تاع لا فيديو، في بدايه الفيديو، هادو اظافر راح نخدموهم على الجريده. واللون اللي حطيت لها هو لون فوسفوري، يعني هي الالوان اللي تضوي بالليل. وايضا اليوم خدمت بالغبره، يعني بالبودره اللي ايضا تضوي بالليل، لانه كما نعرفوا كامل خرجوا تقنيات جدد، يعني كاين لابودر، يعني البودره، وكاين ايضا الوان لحالها تضوي بالليل، وكاين بزاف الوان جديده تاني من بعد نزيدو نهضروا عليها. انا الجريده تاعي كل ما نحي لها هذاك الوسطاني المدور نديرو في الوسط. ليش؟ مشان الجريده تاعي نخليها شويه قويه، فهمتوني؟ هذه هي، انا دائما نخدم لي كات دوا، يعني نخدم الاظافر الاربعه بعدين بالعربي جو سي با كومون يسابيل لو بوس بالابصم، والله ما على بالي، انا شويه ناقصه في العربيه، ماشي شويه شاطره بزاف. دونك هنايا درنا لي كات دوا، هادو هي لا بودغ، هذه هي الغبره اللي قلت لكم عليها، راح نخدم بهادو ديزاينات تانيت. و سي سا، انا جوفي او ميم طون راح ندخلهم للماكينه باش نوري لكم كيفاش تضوي في نفس الوقت. وفي نفس الوقت راح نبلش الشغل. هنا رفت غونيل سي تان جيل ترانسبارون، يعني جيل شفاف، هو في نفس الوقت بويلدر جيل. هذا ايضا الثاني بويلدر جيل، هو جاي بينك يعني وردي، راح نستعملهم تنتين وراح تشوفوا المراحل. هذه هي، انا في نفس الوقت راني نضارب مع الباودر تبعي مشان نوري لكم كيفاش تضوي بالليل، لكن مع الضوء تاع الكاميرا وكل شيء ما بانتش تري تري بيان، ما بانتش مليح، يعني مو باين. بعدين راح تشوفوا النتيجه، راني يعني ايوي حنرجعهم اون في لي بيتيز نورمال. يلا جاب لي ربي، دوكا راح نبلش لو ترافاي. حنايا علاش نخدمو بالبويلدر جيل؟ البويلدر جيل انا نخدم به لخاطر نخدمو به لا كونستركسيون، ونخدمو به لو بومبي تاعنا، يعني نخدمو الطبقه الاولى ونخدمو ونبنو به الضفر. هنا رفت لو بانسو، يعني الريشه خصيصا تبع الجيل.
يعني ما لازم نخلط الريشة تبع الأكريليك ديريها في الجل هذا، ولا الريشة تبع بولي جل ديريها هنا. يعني كل ماتيغ، كل مادة وإلها الريشة تبعها. هنا راح نبلش الخدمة، on va commencer notre travail. دونك حكمت الجل الشفاف بلا ما نلحق لي كوتيكول. لي كوتيكول بالعربي يعني الجلد اللي ما حول الظفر، بلا ما نلحق ليه. سينو il y aura un décollement، بالعربي انه من بعد راح الظفر تاعنا ينشال لحاله، لخاطر قصتي الجلد تاعك ولا قصتي الجلد تاع الزبونه تاعك. دونك رانا نبداو نخدمو، نبداو نهبطو لو جيل تاعنا بوتي تابتي، ننزلو الجيل تاعنا من الفوق للتحت، نخدموه كامل من كل الجوانب حتى ونغطو كامل الجريده تاعنا وحتى ونغطو الظفر الطبيعي تاعنا. يعني راح نخدمو طبقه خفيفه مو كتير غليظه، طبقه خفيفه تبع الجيل. باش وقلك تسمعوا الزواوش ولا إلي 2 دو ماتان، راهي 2:30 تبع الليل. راني ندير لكم لا فيديو باش او موان اون فالا لونسي سور يوتيوب، باسكو عندي بزاف ما درت لكمش دو فيديو. جو ميكسكوز فريمون، ضغط 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 كتير، ما تقدريش يعني تخدمي في الصالون في نفس الوقت عندك الدار وفي نفس الوقت يعني فيديوهات وهيكو، فهمتوني؟ سي با ايفيدون. دونك هنايا دوكا اون فا فلاشي دابور. فلاشي يعني نخلي دي كو ندخل يدي داخل لا لامب هي راح تشعل، يعني اون فا فيجي لو جيل. من بعد ما جو لي فلاشي، شتو واش درت؟ حكمت لا بيس، راني نزير. علاش راني نزير؟ باش نعطيلو ان ايفي، باش نعطيلو هذيك الفورما هكا نصف دائري. هاني وريت لكم، ان شاء الله بان لكم. هذه هي. دونك نكملو لو طرافاي في كامل لي دوا نفس الطريقه. هنايا راح نكمل بهذا لو دوا في هذا الظفر. يعني شو راح نعمل؟ راح نبلش الديزاين. انا نحب بزاف الديزاينات الشفافه، سي مون ستيل، يعني عندي بزاف ميول لهذا الشغل. يعني عاودت درت طبقه خفيفه تاع الجل. ايه من بعد دوك نجيب المواد اللي راح نستعملهم. انا مازالني نضرب مع البودره. ها زبونتي هبلتها شويه لكن عادي استحملتني. هما الزباين بدهم فقط يعني تعملي لهم اظافر حلوه وهذه هي. دونك راني يعني نضرب مع لابودغ تاعي باش نوري لكم كيفاش تضوي. معليش هاي بانت، بس طفيت الضوء تاع رينج لايت اللي نشتغل به. هاي لك، هذه تبان شويه زرقاء وهذه تبان بينك يعني وردي. لي في لي ما راهمش ابوني اماشان السابون باش اوموا يلحقكم كل جديد اللي نحطو فلاشان تاعي، اوموا هكا تستفيدوا وتتعلموا ولا تاخذوا الخبره ولا فوزالي افوار اون ايدي سور لي زونغل. هذه هي. دونك هنا حكمت الريشه تبعي تبع لو نيل ارت، حكمت هادو لي بايات، سي دي بايات عادي، حطيتهم عشوائيا على الظفر. علاش لصقولنا؟ لخاطر من قبل درنا طبقه خفيفه تاع الجل. اوكي دونك كيما راكي تشوفي عشوائيا نحطو لي بايات تاعنا. من بعد جبت ديزاين اخر، هذا نحبو بزاف هذا الديزاين لخاطر يمدلك واحد لي في نفي بزاف شباب.
دونك هما قطع هكا يجوا متقطعين ويجوا في العبوة تاعهم هذه. هي هادو شريتهم ماني شافيه الا من الي اكسبريس ولا من امازون. نورمالمون شريتهم من امازون كي كنت في الجزائر، يعني لازم تشريها بلا كارت فيزا، ماشي tu peux pas les acheter هكا وبرك. درنا ديزاين تاعنا، حطيت عشوائيا. واش تاني هنايا مانيش حابه نخليها هكاك شفاف ديريكتومون، حكمت لو روبوس كوتيكول تاعنا باش نرفد البودره هذيك اللي تضوي بالليل. هذه البودره كيفاش تضوي؟ هي تستمد الطاقه تاعها من الشمس، يعني قد ما تكون عندك لا لوميير في الدار ولا لا لوميير تاع برا، لا لوميير تاع الشمس كأنه تشتغل كأنه طاقة شمسية. هذه هي حطيت البينك، يعني حطيت اللون الوردي، ودوكاني نحط اللون البنفسجي. من بعد كي كملنا نوتخو ترافاي اون فا فلاشي تانيت، من بعد نكملو لو ترافاي تاعنا. هنايا اون فا فلاشي دابور، من بعد اون فا كاتاليزي، لخاطر انا دوك راح نغطي الضفر تاعنا، دوك نغطي الخدمه، دونك لازم عليا لازم جوي لا كاتاليزي، باسكو من بعد فلاشي اون فا كاتاليزي سي كوم سي كنطيبو الخدمه تاعنا، اون فا لا دورسيغ. من بعد نحطو لو جيل ترونسبارون ونخدمو لو بومبي تاعنا. توت الوغ كان بزاف الحس باسكو عندي حديقه تحت، يعني في كاين بزاف لي زانيمو، يا دي زانيمو هنايا مجمع سكني، مي بون يا دي زوازو دي بول ما دي غازيل مي بون. غلقت التاغا باش اوموان تسمعوني تخي بيان. هادي هي دونك راكي تشوفي رانا نخدمو لو بومبي تاعنا بوتي تابتي. هنا ما رانيش نجري في الخدمة، راني نخدم لو بلو نورمال دو موند، يعني مشان انتي تشوفي كيفاش راني نمشي في الخدمة. وننزل لو سوربلو، يعني حاجه زايده ننزلها، ونحي الزايد، ونغلق لي 3 فاز، يعني لي 3 كوان، لا غوش لا دروات والمسطح هذاك، ونغلق الخدمه تاعنا. اون فا فلاشي، من بعد فلاشي كاتاليزي. من بعد لا دوزيام ما راح نخدمو لا ميم شوز، راح نديرو لا كونستركسيون دو دوا تاع لو جيل تاعنا، راح نخدمو لا كونستركسيون بنفس الطريقه، راح نخدمو اليد الثانيه. يعني اللي ما فهمتنيش ان شاء الله في المرحله الاولى راح تفهمني هنايا. اللي عندها دي كيسيون تكتبهم لي، لي elle veut me poser des questions qu'elle me les pose، elle m'écrit تكتب لي هنا في لي كومونتير، ولا الا حبت تزيد تبعني في الانستغرام تبعت لي في الانستغرام، خاطر احيانا لازم نفهمكم يا دي كيسيون شويه كومبليكي، دونك لازم نفهمك نبعث لك تسجيل صوتي، خاطر كذا من وحده بعت لها تسجيل صوتي وفهمتها وكيفاش لازم تدير، وكذا من واحدة فيكم بعتت لي صور ايضا، صور تابع الشغل تاعها، وهيك يعني كل ما تخدم تبعت لي ونشوف، وانا ننصحها ونقولها شو لازم تعمل شو ما لازم تعمل. دونك هنايا اون فا نكملو لو ترافاي تاعنا. تاني هذا لو دوا راح نكملو هكاك. اليوم راح ندير لكم شويه تفصيل ممل، على بالي
شوية طولت بزاف هذه لا فيديو، مي باش اوموا تكون عندك فكرة، يعني تكون عندك فكرة كيفاش تخدمي انت، كيفاش تخدمي ديجا، تخدمي لا غوش لا دغوات لا دغوات، من بعد من بعد سي كوم سيك تخدمي دوا باغ دوا دوا باغ دوا، فهمتي؟ اضفر باضفر تشتغلين. وانا هذه لابوز حكمت لي 3 زور، يعني 3 ساعات وانا نشتغل على الزبونه، يعني باش تكون عندك الفكره. خطر انا وحده تقول لي ندير اظافر في ظرف ساعه، انا نضحك لها في وجهها، علاه؟ لا خاطر وحده كي تخدم ظفر اظافر تاع وحده اون انغلوريس، كي تخدم اظافر في ظرف ساعه، ماشي باسكو واو خدمتها واو، باسكو سي دو باكلاج كاريمون، و باسكو نقص المعرفه نقص الخبره، ما على بالك كيفاش لازم تدير ولا. مي الحاجه المليحه تطول، دونك قد ما تخدمي لو دوا تاعك وتخرجيه ان فغي دوا، سي كوم سي كان فغي اونغل، يعني كانه ظفر طبيعي، قد ما الخدمه تاعك تخرج حاجه شابه. دونك هنايا كملت لا كونستركسيون تاع لي دوا الاخرين، هنا ما عجبنيش لو بومبي هذاك. من بعد لو بومبي قدرت نزيد لو جيل، يعني تزيدي لو جيل وتزيدي تحطي عليه نورمال. شفتي بلي فوز افي راتي فوتر بومبي ولا ما خرج لكش ان بومبي كيما انت حبيتي، تعاودي ترفدي لو جيل ترانسبارون تاعك وتحطي على لو جيل على الظفر تاعك وتخدميه لو بلو نورمال دو موند، عادي تعاودي تخدميه وتخدمي كي تكوني راضيه بالنتيجه تاعك، خلاص كاتاليزي فلاشي فلاشي بلوتو كاتاليزي وانسي دو سويت، وتكملي الخدمه تاعك. هنايا اليوم ركزنا بزاف على لو بومبي، راكي تشوفي كيفاش نخدمه، سي دو سيت فاسون نتوما فو بروني فوتر طون بور باش ديرو لا كونستركسيون تاع لو بومبي تاعك، يعني تاخدي الوقت مشان طلعي لو بومبي تاعك، يعني اظفر منتفخ، هذا هو واش معناتها لو بومبي، يعني تاخدي الوقت تاعك وما تخافيش من لو جيل. قد ما يكون لو جيل تاعك خفيف، انت شويه لازم تكوني خفيفه، تكوني شويه خفيفه عليه، يعني ايدك تكون شويه خفيفه، وكي يكون لو جيل تاعك موايا ولا تقيل بزاف، يعني هذا راح يساعدك اكثر. انا ننصح البنات اللي جدد في الخدمه كي تكون مبتدئه ما تستعملش لو جيل الخفيف بزاف، لخاطر صح راح يغلبك وصح راح تكرهي الخدمه، تقولي اوه سي ديفيسيل الخدمه بزاف صعيبه، سي بون ما نخدمش ما نتعلمش مانيش حابه نتعلم. سي كوبك لازم تلقاي لو جيل اللي انت يساعدك. انا لا فيريتي انا هذا لو جيل ما نحبوش بزاف، راني نوري لكم كيفاش لا فيسكوزيتي تاعو، يعني لا ماتيير تاعو كومون الي. انا ما يعجبنيش بزاف هذا غونيل، ما يعجبنيش جوتو، ما نحبوش كامل لخاطر بزاف خفيف، وانا جالي بزاف خفيف، يعني ما نقولكش ما نقدرلوش، عادي نتحكم فيه، لكن ما نحبش انا يا يتعبني، ما نحبوش بزاف، ميم لا سوليديتي il n'est pas trop solide، ما جو لام با. انا نستعمل هذاك لو نوار هذاك في لي فيديو اللي من قبل كي تولوا الاسم تاعو بزاف صعيب، لكن لو كان تولوا للدرس 24 23 من درس 25 ونزلت القهوه، هذه هي. باغ كونتر انا هذا لو جيل ما نحبوش بزاف، مع لو كوفيد كورونا وكل شيء لي برودوي ماهمش يدخلوا بزاف لتركيا، وتركيا ماشي فريمون يعني انا ما عجبونيش بزاف المواد تاعها. انا جو بريفير كي كنت في الجي نشري، وكنت نشري دو بون برودوي، وهذه هي. هنا ما عندكش بزاف لو شوا،
دونك راكي تشوفي خدمنا بلو جيل غوزي، خدمنا دوكا لا كونستركسيون. علاش درتهم هادو بالغوز؟ لخاطر هادو ما راح ندير فيهم لو فيرني سيمي بيرمانون، يعني لو في اس بي، ولا نقدر نقولو لو فيرني بيرمانون، يعني راح نحط عليه اللون. يعني ما لازمش، سي با لا بين، ما ديري شفاف، يعني تقدري تخدميه باللون هذا البينك. هنا نجري لكم شوية، نغلق الخدمة تاعي، جو فلاش هنا دوكا، اون برك فلاشي 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 فلاشي، من بعد على فين كامل اون كاتاليزي. هنا لو بومبي ما عجبنيش، دونك نعاود نحط. علاش ماهوش يعجبني هنا لو بومبي افوتر افي؟ لخاطر هذا لو جيل كي قلت لكم بزاف خفيف، دونك انا نحطه هو يطيح، انا نحطه هو يطيح بالخف، على بها ما يعجبنيش، ما يشدش بلاستو. انا نحطه برك على على الضفر وهو تمتم يسيل، دونك نخدم تمتم وندخلو تمتم في لاباري. من بعد جيم با جيم با دو تو هذا لو جيل، ما نحبوش بزاف، مي بون مي جيتي اوبليجي دو ترافاي افيك لا غالب. هنا قصت المجوهرات تبعي، يعني كيفاش تنحيه؟ تنحي بالالكول الكحول، يعني كحول كحول تشريه عند الصيدلاني. اختار مرة واحدة كتبت لي في لي كومونتير ما فهمت والو، قالت لي وشنو الكحول اللي تستعملي، حسبت لها كحول تاع الشراب، الله يعافينا استغفر الله. يعني عادي سقساتني، لكن احنا مسلمين يا عمري ما نشرب. فهمتوني كي نقولكم كحول؟ يعني كحول عادي تبع الصيدلاني تبع التعقيم. من بعد فهمتها قلت لها تبع التعقيم سي سا. هدي بنتي كل ما تلحق كل ما تجي تقيس لنا في لا فيديو راهي تتحرك، مي بون. كي نحط لو جيل تاعنا دائما نحطو بعيد على لي كوتيكول، شتو كيفاش نخليه في الوسط، ومن بعد نبدا نطلعو غير بشويه 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 بلا ما نلحق لي كوتيكول. شتو نحط ديريكت لو جيل تمتم يطيح تمتم يهبط، سي بور سولا ما le bombé il fallait que je le refasse plusieurs fois pas mal de fois. وهكا تضيعي بزاف الوقت، يعني تضيعي الوقت واللي ما تخدمي زود سوايع ونص ولا في 3 سوايع، دي فوا تخدمي حتى وين 3 سوايع ونص. لخاطر شوفي قد ما تكون الخدمه شويه ديفيسيل وقد ما تكون الخدمه بزاف كومبليكي، دونك انتي راح تاخدي بزاف الوقت، وقد ما تاخدي بزاف الوقت لازم تاخدي تاني بزاف الدراهم. دونك دي زونغل كي بخان 3 اور اي دمي ولا شويه زياده لازم تزيدي شويه في الحساب. هنا لو بومبي اوسي راني زدتلو باش ما يخرج ان بومبي شباب. من بعد راح نبردو كل شيء، يعني ما راحش نخلو هكا الضفر. هنا جو سوي ان تران دو فيريفي مون طراي، يعني راني نشوف الخدمه تاعي كيفاش، الا عجبتني ولا ما عجبتنيش. شفتو با مال دو فوا عاودت لو بومبي، لا خاطر لو جيل فريمون بزاف خفيف يسيل، و سي تو افي نورمال ديري اون كونستركسيون فوق اون كونستركسيون، يا با دو سوسي. فو فلاشي ا شاك فوا فو فلاشي، من بعد على لا فان فو كاتاليزي لو تو.
يعني ديفوا كي ما يكونش لو جيل بزاف مليح ما تقدريش تحققي لو بومبي تاعك في المهله الاولى، يعني في الضربه واحده اون سول فوا. هنا جو سوي توجور ان تران دو فيريفي مون بومبي. كاين بنات ولا كاين زباين ما يحبوش لو بومبي، يقول لك ما ديروليش كامل بومبي، ديروه لي بلا بلا بلا. لانكونفينيون تاع بلا يعني كي تحبي ديري اظافر مسطحه كتير، هنايا معرضه للكسر. الاظافر اللي جايه كتير مسطحه معرضه للكسر، مشان هيك حنا نعبو شويه الضفر ونعطولو هذاك يجي منتفخ شوي. دوكا اون فا كونستخويغ لو بوس، راح نخدمو هذا الاصبع ونكملو نوتخ طراي. من بعد كي نكملو كامل لا كونستركسيون تاعنا والخدمه تاعنا كامل، لو بينسو تاعنا اللي خدمنا به هكذا تعقميه في نفس الوقت، تعقميه في نفس الوقت هكذا ينشال لو جيل تاعو. دونك بالعقل برك تمسحيه كامل وتمسحي الريشه بالكحول. هذه هي. من بعد ما خرجت الزبونه تاعي يدها من الاله، نحكم تاني الكحول، نعبي كامل يدها بالكحول لخاطر تقعد الطبقه اللزجه من فوق. لو جيل دائما يقعد يلصق من فوق مثل العسل، حتى ولو انا فلاشي كاتاليزي وراه الخدمه تاعنا راهي يعني يابسه وكل شيء، لكن تقعد من الفوق تلصق. دونك نمسح من الفوق من تحت كيما راكي تشوفي، ونبلش البرد تاعنا. نبداو البرد اللي ما عندهاش الاله الكهربائيه تخدم بالعليم 80 يعني بالمبرد رقم 80 بتركيا بالطبع، ما مو موجود 80، موجود 100 و120، هذا هو الموجود. وكاين 180 يعني الخفيفة كامل الضفر الطبيعي. دونك 80 سي ليكيفالون نقدروا نقولوا تاع 100 120 عادي. لما لي انا دوكا راح نبدا قبل بالآلة الكهربائية. وملاحظة صغيرة، الآلة الكهربائية بزاف 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 صعيبة للبنات، يفو فيغ تخي تخي اتونسيون، لازم تكوني كتير حذرة ولازم تجربيها على حالك مشان انتي تشوفي كيفاش الحرارة اللي تطلقها. وما لازمش تقعدي في مكان واحد فقط لخاطر كي تقعدي في بلاصة واحدة برك راح تحرقي الزبونة تاعك، يعني لازم تكوني فريمون تخي بروفيسيونيل باش تقدري تتحكمي هذه الآلة، لخاطر الآلة هذه تقدر دير دي ديغا، ال بو فير دي ديغا كبار. دونك يفو ميو نقولكم من الاول باش فوز علي فيغ فريمون تري اتونسيون، يعني مشان نتوما تركزوا خاطر بدها كتير تركيز. الآلة شوية صعبة وبدها كتير كتير تركيز، لأنه في ظرف تانية تقدر دير دي ديغا كو. هنا كيما راكو تشوفوا راني نبرد من الفوق وبرد تاني من تحت، علاش؟ باش نمد هذاك القوس، نصف القوس نصف الدائري يجي كتير حلو وكتير مزبط. هنا ما رانيش نجري في الخدمه، راني نمشيها نورمال عادي، وفي نفس الوقت انت كي تخدمي تجوزي الاصبع تاعك فوق الضفر تبع الزبونه تاعك باش تشوفي كيفاش، يعني كيفاش المنحنى صرا. هنا راح نبدل لومبو، يعني راح نبدل الراس، راح ندير لومبو اللي نخدم لي ديتاي، يعني لي بوتي ديتاي. والخدمه هنا راح تكون دقيقه جدا، علاش؟ راح تكون ما بين هذه المنطقه اللي وريتها لكم دوكا، يعني قريبه شوي على الجلد، ما بين اللحم وما بين الضفر تبع الجال، يعني في الوسط.
نخدم و جو دي بوسيغ في نفس الوقت، نخدم وفي نفس الوقت اشيل الغبار باش الخدمة تاعي تبان لي. ne faites pas attention la brosse تاعي الا خاطر دخلتها لاباري لي الجهاز المعقم، وانا غلطت دخلتها في الجهاز هذاك التعقيم، وانا ما فقتلوش بلي الجهاز الثاني هو جهاز يطلق الحراره فقط، ما يطلقش ديزوند، يعني ما يطلقش اشعه ما فوق البنفسجيه اللي تشيل لي اللي تعقم لي الاجهزه. انا دخلتها في الجهاز الثاني من بعد ترتقوا لابنس هذه ترتقت، يعني تخسرت لي شويه مي با. دونك من بعد ما كملت من الجهاز من المبرد تاعنا الكهربائي راح نخدم المبرد اليدوي، نخدم كامل الجوايح. هنا ما رانيش نزرب باش تشوفي المراحل، من بعد باش او موان فوزالي افوار اون ايدي على لو طرافاي. نخدم هذا الكوتي، نخدم الكوتي الدوزيام، كل ما نلحق شويه قريب على لي كوتيكول نخدم غير بالعقل باش ما نقيش الزبونه تاعي. وكي نخدم نحرك الاصبع تاع الزبونه، احيانا نتوما ما يبان لكمش فريمون، مي ندير واحد الحركات صغيره ما تبانش، في نفس الوقت نخدم الحركات الصغيره ما تبانش مشان نحرك الايد ونخدم الضفر تاع الزبونه تاعي. هاد الجهه كي نبدا نخدم ونبرد للفوق راح نعطي حركه طبيعيه كتير للظفر، ما نخليهش هكاك ام بومبي ماشي كامل شباب. علاش راني نخدم في لي دو كوتي، علاش راني نخدم في الجهتين؟ مشان نرقق شويه الظفر. هذه هي الحركه اللي قلت لكم مقبل، يعني نحرك يمين يسار يسار يمين، هذه هي. هادي بنتي قلت لها عطيني يدك لا خاطر شاكفه كل ما تجي لعندي تقول لي سافا ماما، نقولها سافا ومن بعد تعاود تقول لي سافا ماما سافا وكل ما تجي تضرب لي هذيك الكاميرا ومن بعد تتحرك ومن بعد انتم تدوخوا يا ربي. والزبونه تاعك اذا ما ساعدتكش كيفاش قاعده عادي تقولي لها اعطيني يدك، حركي يدك، سقمي روحك، اقعدي مليح، اعطيني يدك، عادي ما تحشميش منها، بدها شغل مزبط، يعني لازم تصبر، هذه هي. انا نحب نخدم لي ديتاي، لي ديتاي بزاف، نحب بزاف نخدم يعني الشغله هذيك اللي ما تبانش للناس، انا نحب تم ما تلقيني نخدم تم ما راني نركز، هذه هي. ما نحبش هاوليك، نحبش نخرج ضفر ماشي طبيعي. دونك بلو بلوك بلون هكا تفاس هدايا، نجوز الضفر على الضفر الجال وهكا تشدي لا كليونت تاعك وتجوزي من تحت وتجوزي على الطبقه المسطحه ايضا. علاش؟ لخاطر الخدمه تاعك تقعد خشنه بالمبرد اليدوي،
هنا علاش نحيت واحد العفسه من الفوق؟ لخاطر كي حطيت الشغلات والديزاينات في الوسط داخل الجل خرجت لي شويه من فوق، قطعتها فقط وسي بون، هذا ما كان. فهمتوني؟ راح نخدم نفس الخدمه بتاع الاظفر الصغير، نفس الشغل لكل اظافر. يعني راح نبرد بالمبرد الكهربائي بلومبو الاولاني، من بعد بلومبو الثاني، من بعد بالمبرد اليدوي اللي ما نقدروش نستغناو عنه بالطبع، لخاطر بالمبرد اليدوي هو اللي راح يطلع لك الظفر كيما انت تحبي، كيما يلزم الحال، يعني يطلع لك الظفر بيرفكت. هنا راني نزرب شويه، مي حبيت نخليكم تشوفوا كامل لي زيتاب باش اوموان تستفادوا. شفتوا كيفاش عوجت يد لا كليون؟ سي دو سيت فاصون تخدمي نورمال. كي تعوجي لها يدها انت ما راحش توجعيها ولا يعني باش تكون عندك القبضة تاعك احسن، يعني باش تقدري تتحكمي في الشغل تاعك اكتر.
هنايا كيما كتشوفي من بعد ما كملنا كامل الخدمه تاعنا جوزنا بلو بلوك بلون على كامل الاظافر باش الخدمه تاعنا تقعد ليس، معناتها الطبقه من فوق ما تقعدش خشنه. من بعد اون فا ديبوسييري كلش، يعني نشيل الغبار على الزبونه تاعنا. من بعد هنا الزبونه نعطولها هذه الشغله، يعني سيكم شيتا هكا صغيره كانه فرشات للاظافر، هي خصيصا مستعمله للاظافر. نقولوا للزبونه تاعنا تروح تغسل بالماء والصابون، تحك من الفوق ومن تحت وتعاود ترجع لنا. الزبونه تاعنا خيرت هذا اللون، c'est une couleur phosphorescente. نقدر نقولو تاني اون كولور كاين تاني اللي يقولها c'est une couleur flashy. les couleurs flashy هذه هي. هنا راني نحط لو فيرني سومي بيرمانون، يعني لو VSP، ولا نقدر نقولو لو فيرني بيرمانون. هاد اللون هو اللي ينشف تحت الجهاز. هنا راح نحط الطبقة الأولى فقط، راح نحط على الأظافر اللي ماشي جاية شفافة خاطر راح نعمل عليهم أيضا ديزاين. وهذا اللون قلت لكم أنه يضوي بالليل. هنايا كي كملت اون فا كاتاليزي اون مينوت في لا لومبلاد، يعني دقيقه في لومبلاد ودقيقتين دقيقتين في لا لومب او في، يعني في الجهاز او في. من بعد نديرو تاني الاصبع التاني، يعني الايد الثانيه نفس الشيء، نديرو لو فيرني سومي بيرمانون. هادي احنا لحقنا لا فين دو لا فيديو. في لا فيديو ان شاء الله في الدرس 27 راح نشوفوا كيفاش عملنا لو ديزاين تاع هادوك الاظافر، يعني راح نشوفوا كيفاش نعملوا نيل ارت، راح نخدموا لو نيل ارت تاع الاظافر ونشوفوا الشغل المتبقي
مشان تكون عندك فكرة كيفاش تخدمي لونيل آخت. وهنا كما راكي تشوفي رانا نحطو الطبقه الثانيه تاع لو فيرني سيمي بيرمانون ولا لو فيرني بيرمانون، يعني لازم تحطي طبقتين، واحيانا اذا بدك تقدري تحطي ثلاثه طبقات، مي سي لو ماكس، يعني ثلاثه طبقات ما تزيديش فوق الثالثه، لخاطر ثلاثه طبقات خلاص ما تزيديش فوقها. اذا زعما احيانا شفتي لو فيرني تاعك بزاف خفيف، يعني شفتي اللون تاعك جاك بزاف بزاف خفيف، وكل طبقة تحطيها لازم تكون طبقة خفيفة، يعني ما تكتريش، لخاطر لو تكتري وتدخلي داخل الجهاز تاعك ما راحش ينشف. من بعد تحط لك طبقة هكا تتنفخ، من بعد بعد يوم ولا يومين ولا في نفس الدقيقة يعني كأنه تتنحى. هذه هي، دونك سي با لا بين ديري طبقه كتير خشنه، يعني الطبقه الاولى خفيفه والطبقه الثانيه ايضا خفيفه، وبعد من بعد ديري لو توب كوت، حتى لو توب كوت ديريه خفيف، يعني ما يكونش توب كوت بزاف خشين. هذه هي، اون فاكاتاليزي لا دوزيام كوش، يعني الطبقه الثانيه لازم نديروها تحت الجهاز دقيقتين في الجهاز لاد وأربعة دقائق في الجهاز UV. هذه هي، راح نديروا الايد الثانية اليوم، على بالي طولت بزاف عليكم، مي سي بور فوتر بيان، باش او موان فوز الي افوار اون ايدي على لو ترافاي. جو سي كو لو ترافاي ياخذ بزاف وقت، هي يفو ايمي سون ترافاي باش تقدري تخدمي هكا. Donc si vous n'aimez pas votre travail, vous pouvez pas continuer. يعني بالعربي لا ما تحبيش الشغل تاعك ما تقدريش تكملي.
عشان هيك لازم تكوني تحبي الشغل بتاعك. هذه هي. لي ما راهيش ابوني البس ابوني عشان يعني لي ما راهيش مشتركة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، تبعت لي دي كومنتار يعني تبعت لي تعليق اذا عندها تعليق بناء، واذا عندها تعليق مشان تسأل ولا تزيد تبعت لي اوسي. يعني انا راني نقرا كامل لي كومونتير تاعكم، يعني تعليقات تاعكم كامل راني نقراهم وكامل راني نجاوبكم، يعني حتى ولو نطول احيانا ساعه ولا ساعتين ولا نهار ولا يومين، لكن نجاوب ما كاش كيفاش ما نجاوبكمش. Et en fait, je voulais aussi vous remercier à la vos commentaires parce que sincèrement, ça me fait chaud au cœur qu'il y ait vos commentaires et ça me fait plaisir. Vraiment. Donc, un encore, prenez tout soin de vous. On va la catalyser 2 minutes qu'on la lampe LED ou 4 minutes la lampe UV. Ou le résultat, donc tu vois comment ça a sorti. Et la vidéo, inshallah, dans le cours 27, on va voir comment on a le design. Et c'est le résultat. Inshallah, j'ai aimé votre service. Inshallah, je ne vais pas vous attendre. Prenez tout soin de vous. Je vous aime très fort. Et je vous dis à la prochaine vidéo et bye bye.